مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم. النهاردة في عالم الجمال بنتكلم على جراحات تجميل الرقبة. تفاصيل أكتر من خلال لقائنا مع دكتور منير ويليام كبير أطباء جراحة التجميل. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك معانا. صباح الخير. أهلا دكتور. خلينا نتكلم على أشهر الإصابات سريعا كده قبل ما نخش في الديتيلز بتاعتنا. شوف سيادتك، لما نحب نتكلم عن أي إصابات دايما بنحب نتكلم عن خمس حاجات. الأول بنتكلم عن مجموعة التشوهات الخلقية، ويمكن كان اشهر تشوه خلقي موجود في الرقبه زمان اللي هو تضخم الغده الدرقيه الوراثي، اللي هو كانت الستات زمان ما بتاخدش يود وحاجات زي كده، لكن دلوقتي المرض ده بطلنا نشوفه. في حاجات تانيه زي اكياس وراثيه موجوده في الرقبه، ده حاجه بسيطه. المجموعه الثانيه مجموعه الالتهابات، قد تكون التهابات غير معديه زي البكتيريا زي الكينيا زي غير معديه زي الاكزيما زي الصدفيه، وقد تكون معديه يا اما فيروسات زي الهربس يا اما بكتيريا زي الحصف يا اما فطريات زي التينيا. المجموعه الثالثه مجموعه الاصابات، والاصابات حاجه من حاجتين، يا قطع في الرقبه، حادث عربيه حاجه زي كده، يا اما بنلاقي الحروق، احنا ساعات بنلاقي حروق الرقبه لازقه في الرقبه في الجسم كده. المجموعه الرابعه مجموعه اللي هي الاورام، واشهرها الاورام اللي في الغده اللي هي الليمفاويه الموجوده في الرقبه، قد تكون هذه الاورام سرطانيه او قد تكون التهابات وحاجه زي كده. المجموعه الخامسه هي حلقه النهارده اللي هي كبر السن والعجز وتجاعيد الرقبه وتكوين اللغد وهكذا. صحيح. طيب خلينا ندخل في الموضوع. يعني حضرتك ذكرت انه كبر السن بيؤدي لتجاعيد في الرقبه، وطبعا اللغد اول الاعراض اللي بتشوفها الستات او الرجاله بعد عمر معين. تمام. هو قد يكون الاسباب هي كبر السن، ولكن قد تكون مجموعه اسباب ثانيه خالص. على سبيل المثال مثلا الناس اللي بيستخدموا كريمات لشد الرقبة بطريقة معينة. الحاجات التانية الناس اللي عندهم أمراض سابقة زي الضرر زي الزهري وحاجات زي كده. الحاجة اللي بعد كده الناس اللي عندهم نظام رجيم قاسي وحاجات زي كده، أو بعض السيدات اللي عندهم اضطرابات في الدورة الشهرية، أو بعض الأمراض أو بعض عمليات تدبيس المعدة أو عمليات المعدة أو التأثر على الأكل، تكميم المعدة أو تحويل المسار وحاجات زي كده. دي كلها مجموعة من العوامل قد تتخر، أو الناس اللي ما بتاكلش خضروات في أكلها أو فاكهة طازجة في أكلها تطلع برضو تبتدي تخلي الجلد صحته مش بالدرجة القوية جدا، وبالتالي تبتدي تظهر علامات الزمن والتجاعيد تظهر بعد. تمام. طب يا دكتور ازاي نحافظ على الرقبة بشكل عام من التجاعيد والترهلات والحاجات دي كلها والعجز؟ شوف سيادتك، في البداية نلغي كل اللي قلناه، لكن اللي يهمني كتير قوي الكريمات اللي بنستخدمها لفرد الرقبة وشد الرقبة. دي كلها كريمات صعبة جدا لانها بتأثر على الاسترتش بتاع نفس الخلايا. الحاجة اللي بعد كده هو ان حتى لما نيجي نستخدم كريمات ملطفة، ونبتدي ندعك الرقبة لأعلى وللخارج، ما نحاولش نعمل دعك الرقبة في الاتجاهات المختلفة، لان ده ممكن يسقط معانا بالنسبة للرقبة. الحاجة التانية الاهتمام بالتغذية، طبعا التغذية الخضروات الطازجة اللي فيها فيتامين ألف، الأسمنت بتاع الجلد هو فيتامين ألف، فلما اخد خضروات طازجة يبقى انا بتشود بقوي الرقبه وساعدها. كمان الفاكهه اللي هي فيها فيتامين جيم، وفيتامين جيم ده بيغذي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الرقبه وحاجات زي كده. ايضا البعد عن التدخين، البعد عن الكحوليات، والحمد لله دي حاجات مش موجوده عندنا في المجتمع بتاعنا. دي كلها حاجات على بعضها لو احنا بطلناها هنقدر نحافظ على جمال الرقبه. طيب خلينا ندخل يا دكتور في العمليات الخاصه بشد الرقبه، واعتقد ان في عمليه اللي هي شد الرقبه بالخيوط. حضرتك اتكلمنا عنها وعن مميزاتها وايضا عيوبها. شوف سيادتك، زي ما احنا هنشوف شد الرقبه بالخيوط، ان انا ببتدي اشوف انا قدامي مثلا سيده اهي قدامي دي، بنشوف الرقبه بتاعتها متكونه ازاي، بنعمل علامات معينه للحتت اللي فيها اللغد متكون والرقبه المكونه، وطبعا ليها ناحيه طبيه معينه انك انت بتبتدي تستخدم الخيط. وزي ما هتشوفي دلوقتي السيده صاحيه وتدخلي بابره معينه، الابره دي فيها خطاطيف بطريقه معينه، تدخلي داخله طبعا محتاجه خبره دكتور، بتبدأي من نقطة توصل للنقطة تطلعي في نقطة، عملية ما بتاخدش ربع ساعة. الميزة اللي فيها انك تديكي نتيجة في الحال. العيب اللي فيها انها مكلفة. العيب اللي فيها ان محتاجة خبرة دكتور كبير. العيب اللي فيها انها ممكن تقعد 6 شهور لغاية سنة وبعد كده تحتاجي تعمليها مرة تانية. دي كلها تعتبر عيوب، لكن الميزة اللي فيها لما احتاج اعملها مرة تانية دكتور الترهلات بتبقى ازيد ولا زي ما هي كانت؟ شوفي سيادتك، هي بترجع كما كانت. ترجع زي ما كانت، بس شوفي مفيش قانون في الطب يا استاذه، لان زي ما انت شايفه لو انا شديت مره واثنين وثلاثه هيجي وقت من الاوقات اعمل عمليه من العمليات اللي هنتكلم عنها. ولكن عندي مناسبه، عندي مسلسل نازله اعمله، عندي مناسبه انا محتاجها،
دي تقدر على طول حاجه زي كده نعملها على طول. شوفي داخل بابره بعد ما رسمت الرسمه معينه، ويمكن انا حاطط عدسة معينه او كاميرا معينه باين. تساعدني لان لو في شريان قدامي او وريد قدامي او حاجه زي كده هو تقدر تبان في الابره انا وداخل فيها. طبعا اغلب الناس ما عندهمش هذه العدسات والحاجات دي كلها، زائد في نفس الوقت محتاجه خبره دكتور. لكن زي ما انت شايف انا بدخل بابره من قدام الودن بطريقه معينه، زي ما انت شايف ابره طويله قوي والابره دي والعيان صاحي مش حاسس بحاجه، توصل لغايه واخد دنج طبعا. لا بس صحي، لا ده واخد ترانكلايزر يعني واخد مهدئ، لكن انت مجرد انك بتشكه بابره وحتى الشكه مش بتتحس الى حد كبير قوي، توصل معاك لغايه منتصف الرقبه وبعدين تطلع بيها من ناحيه الرقبه الناحيه الثانيه. لو خدت خيط او اتنين، خيط من قدام وخيط من وراء، اللغد راح، وحتى الكسره اللي بتبقى موجوده عند التقاء الذقن بالرقبه بتبتدي تروح منه. زي ما انت شايفه يعني بالظبط الوقت بتاع التصوير هو وقت العمليه. حاجه بتاخد ربع ساعه وقت. 10 دقائق ربع ساعه، ولكن الخبره مطلوبه جدا طبعا. الميزه انك بتاخد النتيجه في الحال، العيب انها ماخد فتره زمنيه 6 شهور سنه، العيب الثاني انها مكلفه. واخد بال سيادتك ازاي؟ لكن زي ما انت شايف اه بالظبط، اديكي دخلتي واديكي خلاص هتطلع من الناحيه الثانيه وانتهت المشكله بالنسبه لنا والمريض صح، المريض حاسس. مفيش بقى زرقان ولا تورم ولا حاجه بعدها، خبره طبيب. دي خبره الطبيب. هنا المسائل على طول، هنا خبره الدكتور. تمام. طب دكتور عايزين نروح لموضوع تاني وهو شفط الدهون من الرقبه. دي عمليه اعتقد شائعه. هنا الحقيقه يعني احنا لو دخلنا في شفط الدهون من الرقبه الحقيقه هي شفط بس علشان اللغد يتكون، ولا شفط وهستغل بعد كده في الحقن؟ هي دي المساله. الشفط زي ما هتشوف احنا بنستخدمه بثلاث حاجات. هو اللغد ده يا دكتور دهون بتتكون عند منطقه الرقبه؟ دهون زائد عجز بيبتدي الجلد تسقط معايا، فهنا الجلد في عضله معينه موجوده في الرقبه، هذه العضله بيحصل انها بتضعف. لو انت عملت عمليه وقطعت العضله دي خلاص الدنيا رجعت كما كانت. يعني هي المساله حته عضله بسيطه ويعني بسيطه، ومجرد ما تقطعيها الدنيا تعدل. لكن قد ايه دي بتبين السن وتقدر توقع الجسم بتاع جسم الانسان. زي ما هتشوف دلوقتي بالنسبه للشفط في البدايه انت بتحددي الاماكن اللي فيها موجود. بالظبط. نجيب المريض نحدد الاماكن اللي احنا هندخل بيها. ابرتك داخله في كل الحالات بتستخدم ابره عشان تشفط، سواء شفطت بالسرنجات، سواء شفطت بالموجات الفوق الصوتيه، سواء شفطت بالليزر. انت عايز تحدد الاتجاه بتاع الابره بتاعتك، فين الاماكن اللي فيها دهون موجوده. المريض موجود بالاول هو صاحب، تقدري ترسمي ومن خلال نقطه صغيره بتقدري تحددي انت هتوصلي لغايه فين. الخبره مطلوبه طبعا. الشفط بالسرنجات ده من الحاجات الحلوه ان انا ممكن اخد هذه الدهون واستغلها في الحقن في حته ثانيه. زي ما انت هتشوف دلوقتي اديني حددت نقط معينه موجوده في الدقن بتاعه السيده، يمكن على المنظر اللي قدامي اقدر اخد النقط دي، اقدر ادخل بكانيولا رفيعه 3 مللي 4 مللي. يعني الكانيولا رفيعه جدا، لان لو كانيولا كبيره انا عندي منطقه مليانه شرايين واورده وحاجات زي كده الدنيا هتبوظ معايا. دي الطريقه الثانيه من الشفط اللي هي الشفط بالموجات الفوق صوتيه. بدخل السرنجه بتاعتي او بدخل الكانيولا بتاعتي وعندي المنطقه اللي فيها الدهون، واحقن هنا ماده، حقن محلول ملح، حقن معاه ماده تمنع الدم، تمنع التجلط. زي ما انت شايف اديني بحقن، اديني دخلت بالسرنجه بتاعتي حقنت الماده، هتلاقي طبقه الدهن تكبر معايا دلوقتي زي ما انت شايفه، الحقن موجود، كبر الدهنه. بعد كده بشفط يبتدي الجلد ينزل معايا وينام، ابتدى اللغد يروح مني. انت شايفه الكانيولا داخله في الطبقه بتاعت الدهن، حقنت ماده وبعدين شفطت الماده مع الدهون. هذه الطريقه اللي هي الثانيه بالموجات الفوق صوتيه. والموجات فوق صوتيه اقدر استخدم الدهون مره ثانيه؟ لا. ليه؟ لانك حطيت ماده كيميائيه هنا. الماده اللي منعت الدم والتجلط. برضو الشفط بالليزر، الليزر انت بتعملي جهاز بتدي شعاع، بتدي حراره، الحراره دي تقدر تدوب الدهون وفي نفس الوقت تسحب الدهون بتاعتي. يعني انا لما اجي اشفط بالليزر بعمل ايه؟ بدخل الكانولا بتاعتي وادخل شعاع درجه حرارته تسمح، الليزر حرارته بظبطه على درجه تسمح بتسيح الدهن من غير ما تاثر في الاورده او الشرايين الموجوده. وابتدي اسحب هذه الدهون، يبقى انا عندي ماده فيها دهون بس ما فيهاش اورده ولا شرايين. صحيح. لكن انا دلوقتي ماده الحراره دي بوظت الخلايا الجذعيه وبوظت البلازما اللي موجوده في الدهون اللي انا سحبتها. فخلاص حتى لو حقنتها فايدتها بالنسبه للجلد وفايدتها بالنسبه للوش وبالنسبه بتبقى اقل كتير بالنسبه لنا. فاحسنهم انك انت تشفطي عن طريق السرنجات وتعيدي حقن. لكن الثلاثه امنين لو انا بتعامل مع شفط الدهون من الرقبه كلغد او كترهل موجود في الرقبه. تمام. طب دكتور التوقيت مهم في اللحظه؟
يعني اختيار التوقيت لعمل عمليه الشفط ده مهم ولا ايه؟ امتى بتدخل الجرح؟ انت التوقيت مهم جدا والسؤال ده مهم قوي، لانك يوم ما تعمل شفط انت رحمت نفسك من العمليات اللي هنحكيها كلها دلوقتي، لانك انت اجلت حدوث هذا الترهل وتكوين العضلات الضعيفه وسقوط الرقبه اللي احنا هنتكلم عنه. فالناس اللي بتعمل شفط دهون لللغد او للرقبه مش محتاجين ان في وقت من الاوقات يدخلوا في الحالات الجراحيه اللي هنتكلم عنها. فالسؤال ده مهم جدا، كل مكان التوقيت مبكر. طب ايه العلامات اللي انا الاحظها اللي بيها اتوجه للطبيب، لان ده حاجه تجميليه بحته؟ ان تكون لغد. واحده ست يعني رقبتها كانت حلوه ابتدى يبقى فيه لغد، يعني ممكن ابص كده الاقي حته صغيره اقول لا ده لغد. لا يخلي الدكتور يشاركك بقى هيقول لك ده لغد ولا لا. هي اول ما الاقي حاجه اتغيرت هنا اجري جري. بالظبط جدا. او اصحابك لما يشوفوكي بعد فتره ما شافوكيش ليه فتره ويقول لك احنا لاحظنا كذا. لا لازم يحترم هذا الكلام. لكن الرجاله ما بيشتكوش كتير، هو الستات هم اللي بيشتكوا كتير في الحته دي بالذات. طيب نيجي لعمليه شد الرقبه بالخط او بجرح عرضي. بجرح عرضي بالظبط. الحقيقه هنا اللي بيحكمني جرح عرضي ولا جرح طولي هو نوع الجلد. جلد الانسان بنقسمه لست درجات. الدرجه الاولانيه الناس اللي عندهم هنا جرح عرضي، النوع الدرجه الاولى اللي هو الجلد اللي فيه ذو الشعر الاحمر، ده درجه واحد. درجه اثنين البشره البيضاء ذات العيون الزرقاء. درجه ثلاثه البشره الشقراء ذات العيون العسليه. درجه اربعه البشره القمحيه. درجه خمسه البشره السمراء. درجه سته الدرجه الزنجيه السوداء. هنا بعمل الجرح العرضي في كل انواع البشره في ست درجات. هذا الجرح اللي بالعرض زي ما انت شايفه بنعمل قطع معين، ندخل نسلك بطريقه معينه، نسحب الجلد بتاعنا ونعمل خياطه بالعرض. كل الجروح بتقبل هذا الجرح الحقيقه. ليه؟ لان مخفي في مكان مخفي موجود في الدقن بطريقه معينه مش باين. فده ممكن اعمله في ست انواع بتوع الجرح. النوع العرض ده مستحب جدا، واخد بال سيادتك ازاي؟ لان انا اقدر اتعامل معاه في كل الجراحات. طب بالنسبه للجرح الطولي بقى دكتور، الجرح الطولي ما اقدرش استخدمه الا في درجه واحد من الجلد او درجه اثنين وبعض الاحيان درجه ثلاثه. ليه؟ ان جرح بالطول هيختفي ازاي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الجلد لو فيه كولاجين عالي جدا وده بيبان في درجه اربعه وخمسه وسته، هتبص تلاقي في ندبه مقصره اتكونت والواحد رقبته الثانيه. فالجرح اللي بالطول ده انا استعمله في الجرد البيضاء، البشره اللي الالتئام فيها كويس اللي ما يتكونش فيه ندبات مقصره وهكذا. الحقيقه انا بستخدم هذا النوع بتحفظ كامل جدا في درجه واحد درجه اثنين وبعض الاحيان درجه ثلاثه من الجلد. عمري ما استخدمه في البشره القمحيه، لان البشره القمحيه ممكن الخط اللي انا بعمله يخلي الرقبه تتني والمريض يرجع عايز يصلح الجرح ده عشان الرقبه تفني. لكن الرقبه تتني ده ما يتكونش في درجه واحد، ما يتكونش في درجه اثنين. طبيعه جلد بقى. طبيعه جلد. فعشان كده انا استعمله في اول وثاني وثالث درجه في بعض الاحيان، لكن ما استخدمهوش في البشره القمحيه. البشره القمحيه بتاعتنا كلنا شرق اوسط الكلام ده كله صعب هذا الجرح اللي بالطول. والعلامه يا دكتور اللي هي بتاعت الجرح الطولي ده هو ما تبانش في البشره رقم واحد واحد واثنين وثلاثه سهل انها تختفي في خلال ثلاث اربع شهور. لكن اربعه لا بتفضل مع المريض طول عمره ملازماه ويبقى المريض والدكتور في مشكله مع بعض. عشان كده غير مستحب الجرح الطولي في البشره القمحيه او السمراء او الزنجيه السوداء. طيب احنا فاضل لنا دقيقتين بس، يعني العمليات بتاعت الجرح الطولي والجرح العرضي في عمليات شد الرقبه ده لما يبقى اللغد كبير قوي؟ لا، لما يبقى في ارتخاء في الرقبه خلاص ما احنا ما عملناش شفط زي ما قال لي دلوقتي ولقينا ان في ترهل والعيان صبر على نفسه كتير واخد بال سيادتك فابتدت تقع العضله بتاعت الرقبه، فانا محتاج ادخل جراحه، محتاج اشيل الكلام اللي اتكون واخد بال سيادتك ازاي؟ الجلد الزياده. لكن زي ما قال الاستاذ حاتم لو احنا لحقنا في الاول ولحقنا بالشفط مش هنحتاج ندخل في المشاكل الطويله والجرح بالطول والجرح، وهنشوف حاجات ثانيه دلوقتي. عايز نتكلم على يعني شد الرقبه بقى وشد الدقن والخدين يا دكتور. شوف سيادتك انا عايز اقول كلمه صغيره، وش الانسان بنقسمه لثلاث اتلات. التلت العلوي عباره عن مقدمه الراس لغايه الجفن العلوي، التلت الاوسط الجفن السفلي مع الخد مع الدقن، التلت السفلي عباره عن الرقبه مع الدقن. لما هنشوف العمليه دلوقتي في عمليه بنعملها بنشد اللي هي التلت السفلي اللي هي الرقبه مع الدقن بجرح موجود من امام الاذن اللي هو الجرح ده. ويمكن المنظر اللي انا عامله دلوقتي ده بيتعمل عليه تعديل دلوقتي، انا ما بدخلش بالجرح من قدام الودن زي ما انا بعمل كده، ده انا دلوقتي بقدر ادخل بالجرح من جوه الودن.
بحيث ان حتى المنظر اللي قدامي ده، المنظر اللي قدامي ده الجرح التلت العلوي من الراس، ان دي الحاله الوحيده اللي داخل بفتحات زي ما انت شايفه كده بالمنظار. يعني لما يجي لي المريض ويكون عنده مشكله في مقدمه الراس، اقدر الحاجه الوحيده اللي في التجميل اللي اقدر استخدم فيها المنظار هي التلت العلوي من الراس. انما الجرح اللي قدام ده جرح مستحب، بدخل بالجرح من قدام الودن والفه من ورا الودن، ببتدي اشد من الخدين والشفه العليا والدقن والرقبه. وزي ما قلت لسيادتك، حتى الجرح اللي موجود في داخل الودن اللي كان قدام الودن بقينا نعمله من جوه الودن ما يبانش بالنتيجه دي. فدي العمليه نوع الاولان من العمليات اللي هي دي. لكن في نوع تاني من العمليات غير مستحب اللي انا هعرضه دلوقتي، اللي انا باجي بالجرح كل الوش من فوق لتحت. بيبقى الجرح بادئ من قدامي من عند الشعر، اللي هو ده برضو نوع تاني اللي هو دي اللي هي بقى شد الرقبه والدقن والخدين والجفون ومقدمه الراس. ده برضو ده جرح سهل، اللي هو اللي هي عباره عن الخدين مع الدقن مع الرقبه. في عمليه ثالثه بقى، دي عمليه سهله زي ما انت شايف بنسحبها، اللي هي العنيفه دي اللي انا بقولها لك. دي بادئ من الجرح فوق من عند الشعر فوق، وابتديت اخد كل من الشعر سيادتك لغايه قدام الودن لغايه ورا الودن لغايه الرقبه لغايه ورا الودن. هنا الجرح اللي فوق موجود في الشعر بيفضل باين فتره طويله جدا، ودي مشكله. الجرح ده جرح عنيف، شايف الجرح بالعرض سيادتك ده ماشي ازاي؟ طبعا. خد الشعر من فوق، الست او الراجل بيجي لك بهذا الجرح طول عمره بيعاني من مشكله الجرح العرضي ده. عشان كده هذه العمليه غير مستحبه. المستحب اعمل العمليه اللي فاتت، ولو عندي مشكله في مقدمه الراس استغل المنظار واسحب عضلات الشعر، العضلات الموجوده في مقدمه الراس من خلال المنظار. تمام. يبقى العمليه اللي انت شايفها قدامك دي، ده منظر طبعا، ده منظر ما يخوفش ولا حاجه، احنا بنرسمها حاجه فوتوشوب كده. العمليه دي اللي جايه من فوق مقدمه الشعر لغايه قدام الودن لغايه لما لف من ورا الودن، دي من العمليات اللي ما بقناش نعملها دلوقتي. ولكن دي كانت حاجه شائعه مثلا من 10 15 سنه، دي بطلنا نعملها دلوقتي. دكتور احنا وقتنا جري بسرعه، الحلقه الجايه نتكلم عن ايه؟ انا بستمتع دايما بالكلام معاك بالحقيقه. انما ممكن الحلقه الجايه نتكلم عن حاجه خفيفه زي كده، اورام الخدين مثلا، دي حاجه هتبقى بسيطه ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك يا دكتور، دكتور منير ويليام كبير اطباء جراحه التجميل، حضرتك منورنا واهلا بحضرتك معانا دايما في مصر جنة. اهلا وسهلا. هنطلع فاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم وفقراتنا في مصر جنة.